خير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رايح نكملوا السنه الثانيه ابتدائي. عندي ضمائر المتكلم او ضمائر المتكلمين، انا ونحن، نفهموهم لولادنا باش يفرقوا. راهم سنه ثانيه ابتدائي، يفرقوا بين الفعل الماضي والفعل المضارع، ماشي كيما جاتهم يبلاصيوهم. دونك عندي انا نحن مع الفعل الماضي، تفهموهم اش معناتها الفعل الماضي. الفعل قولهم حاجة نديروها، قوم بها، نلعب، ناكل، نشرب، نجري، نقرأ، حاجة راني نقوم بها. عندي أنا أكلت برتقالة، كي نقولوا الماضي فهموهم باللي مقبلة راهو ماضي. البارح، لو البارح ماشي معنتها الماضي معنتها خلاص عنده كما يقولوا سمانة ولا 15 يوم، لا لا، تاع الصباح، الصباح ديجا راهي ماضي. درك راهو درك، ومقبل راهو خلاص ماضي جاز. انا اكلت برتقاله، الى كليتها الصباح ودوكا رانا لابخي ميدي، سافيزير نقول اكلت، ماشي انا اكل برتقاله، انا اكلت برتقاله. نحن اكلنا برتقاله، عندنا في الماضي. انا شربت العصيره، نحن شربنا العصيره. انا لعبت البارحه بالكره، نحن لعبنا البارحه بالكره. أمثلة تحبوا تكتبوهم لولادكم هما يقراوهم، تحبوا أنتم تقراوهم لهم ك يعني معلومات يكتسبوها. عندي التمرين الأول، أضع أنا أو نحن. وجدت لعبتي، وش نقولوا؟ نقولوا أنا وجدت لعبتي. نمنا باكرا، مثلا البارحة نمنا باكرا. نحن نمنا باكرا. سقينا الأشجار، نحن سقينا الأشجار. كتبت الدرس، أنا كتبت الدرس. لو كان نقوله دركا كيفاش نقول أنا أكتب الدرس؟ درك راني نكتب. عندي دخلت القسم متأخرة، أنا دخلت القسم متأخرة. وضعت محفظتي فوق الطاولة، أنا وضعت محفظتي فوق الطاولة. شكرنا معلمتنا، نحن شكرنا معلمتنا. عندي تقويم تشخيصي في اللغة العربية، قرأ النص. قالت سلمى إذن ذلك هو اليوم الذي استرجعت فيه بلادنا حريتها واستقلالها. قالت الجدة هذه مناسبة عظيمة نحييها كل عام بفخر واعتزاز، ويبقى واجبكم يا أبنائي المساهمة في بناء هذا الوطن. بيان سور كيما نقول لكم يقراوه ولادكم لا بروميير فوا، يعاودوه دوزيام فوا، ثوازيام فوا، تقدروا تقراوهم لهم نتوما باش كيما يقولوا يشفاو على المعلومات احسن. نبدأ. أقرأ النص جيدا ثم أجيب، ألون الإجابة الصحيحة، يعني عنوان النص وشنو هو. ولادكم قولهم وشنو هو عنوان النص، ما فهمش وشنو عنوان النص، على ماش راهو يهضر هذا النص، يعني الفكرة اللي يهضر عليها، عيد الشجرة ولا عيد الاستقلال ولا عيد الفطر. يتحدث النص عن عيد الاستقلال. عندنا السؤال الثاني، ما هو واجب الأبناء اتجاه وطنهم؟ الإجابة، واجب الأبناء هو، يقولوا للناس عباكم دايس غالكون راسهم خفيف راهم يشفوا وين جاي. واجبكم يا أبنائي المساهمة في بناء هذا الوطن. كاين يديروا لهم هكذا باش ما يعرف يعني ما يغلطش، المساهمة في بناء هذا الوطن. واجب الأبناء هو المساهمة في بناء هذا الوطن. مرين ثالث، استخرج من النص كلمات يوجد فيها الحروف التالية. كما يكونوش عندكم دي سوجي ولا حاجة تكتبوها بيديكم، من الأحسن النص تكتبوه في ورقة أبار والأسئلة، يعني التمارين في ورقة واحدة أخرى باش النص يكون كما يقولوا مقابل. دونك عندي حرف الدال، هاي ليك بلادنا،
فيها حرف الدال، حرف الميم، سلمى، نحييها، الذال، ذلك، هذا، عندي أبنائي يبقى بفخر، بفخر، عندي الهمزة، أبنائي، عندي إذن، ديروا أبنائي بهذه الطريقة. نروح أقرأ المثال الأول ثم أكمل. هذه مناسبة عظيمة، مناسبتان عظيمتان، وش نقوله؟ هاتان، هنايا ولادكم داروهم مع الأساتذة، مع أنه على بالي بلي مازال ما داروهمش. أنت عينك ميزانك، وليدك لقيته زعما كي تدخلي له في أمور كيما هادوما قبل ما تبدا الشيخة، مراجعة من قبل ولا، وتفهميها له كيما نقولوا سوغ بلاس. هذه راهي للمؤنث، كي نقولوا زوج نقولوا هاتان، وهذا للمذكر، كي نقولوا زوج نقولوا هذان. الا لقيتيه من الجر اللي يتخلط يتبانيكا، سي با لا بين ديري له حاجه مازال ما دارهاش مع الشيخه. مي الا لقيتيه عادي شغل معلومه يتقبلها، كسوسوا يشفع ليها ولا ما يشفاش، ويتقبلها عادي ديريها له عادي، وديري في بالك باللي رايح يشفع ليها. يا لو كان شويه نهار ديرها له الشيخه يتفكر باللي دار هو زعما في البيت هاد النوع من التمارين، ويتقبلها عادي. وكونطرا كاين اللي يشفى وبعد تجيهم سهله، احسن خير ما يشوفها لا بروميير فوا مع الشيخه ديالو. عندي هذا مجاهد بطل، هذان مجاهدان بطلان، انا اساهم في بناء الوطن، نحن نساهم في بناء الوطن. عندي نصيحة تاني، ما تسناوش حتى يعني يلحقوا الاختبارات باش نبدا ندير التقويمة التشخيصية لوليدي ولا بنتي ولا نماذج اختبارات. يعني نصيحة من عندي، قعدوا معاهم كيما يقولوا حلوا كيما يقولوا تمرين بتمرين، باسكو ما كاش فريمون حاجة جديدة، ما دخلوش في الإعراب، راهم أمور كيما باغ اكزومبل هادو ما تاع سنة أولى. هنايا أو كونترار، هنا باش يتسرح قبل الوقت، يعرف كيفاش يجاوب. عنوان النص تاعي على بالكم صغار يجيهم حاجة جديدة لازم يتعودوا عليها أشاك فوا، يعني يشوفها معك خلاص كي يلحق الاختبار تكونوا مهنيين. يعني دايما نهضر ونعاود. المهم، نحن تلاميذ نجباء، أنا تلميذ نجيب. التمرين الخامس، أكمل الجمل بما يناسبها من الكلمات الآتية. عندي الألعاب، الجريدة، والأواني. قرأ الأب، ماذا قرأ الأب؟ قرأ الأب الجريدة. هادو يجوهم دراري سهلين. غسلت الأم الأوانية أو الأواني. اشترى الطفل الألعاب. أرتب الكلمات لأتحصل على جملة مفيدة. في الحلويات، ساعدت تحضير أمي، مش نقوله ساعدت أمي في تحضير الحلويات. بهذه الطريقة نكون كملنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. سنوني في الفيديو المقبل بإذن الله. أقول لكم تهلاو في روحتكم في وليداتكم، وسلام.